الحمد لله. يعني الفوز هذا يعني فوز معنوي كما يقولوها، وخاصة أن اللاعبين أدوا مقابلة في القمة في الشوط الأول، وإن مجريات اللقاء كما يقولوها خلال الشوط الأول سيطرنا بالطول والعرض وسجلنا 4 أهداف كما يقولوها الحمد لله، وإن بين الشوطين تكلمنا مع اللاعبين ويحكموا في النتيجة مالغري خشينا دوزيام ميطون ما جاوبوش اللاعبين، ارتكبنا اخطاء خاصه في الشوط الثاني كلفنا هدفين. السيناريو اللي كان تاع الشوط الاول ما كناش ننتظروا فيه بدات باش تخسر 4-0 اون بريمير ميطون، هو شيء صعيب باش ترجع في السكور من 4-0 باش تدخل دوزيام ميطون تلعب ديجا حاجه كبيره سي البلون مورال. الحمد لله رب العالمين، احنا الاستفاقه هذه تاع الشوط الثاني تبشر لنا بالخير الفريق تاعنا. بون معليش خسرنا 4-2، هذا هو الفوتبول، فيه الربح فيه الخساره وفيه تربح تخسر بسكور حتى في بلادك، لكن الحاجه المليحه ان الفريق تاعنا كانت عنده استفاقه ذهنيه خاصه